يعني هاي مشكلة عشناها. أنت أخذت الحصة الأكبر. إيه أنا الحمد لله والشكر، حتى الشرقية حاطة عكس عليها. ها. شرقية خالي عكس عليك، شنو السبب؟ ما أعرف. أنا اشتغلت ببداية تأسيسها عقد المكبسلين تحية للمخرج جمال عبد الجاسم وياه، وحتى ما كملت العمل يعني. سبب؟ اعترضت على جملة القناة رايديها. شنو الجملة؟ الجملة كانت تسيء رئيس الوزراء في وقتها اياد علاوي. ايه دكتور اياد علاوي. قلت لهم انا ما كاتب هاي، يعني احنا كنا ثلاثة، انا كاتب 10 حلقات، قحطان صغير تحية اليه كاتب 10، وحسين النجار كاتب 10. فمن ضمن الحلقات هذه مالتي ضايفين جمل، قلت لهم انا ما كاتب هذا الشيء. الرجل ما اعرفه، يعني شلون انا اسيل واحد ما اعرفه؟ خلينا نجرب نشوف، يجوز خوش نسى. ايه شيء تمام جربي بعد هنا نقص الشريط. هسه قلت الشرقيه خالين اكس ايه علي بسبب العمل اللي قدمته على نظام سابق. انا ما اعرف، قد يكون لهم وجهه نظر ايضا على هاي القضيه. يعني الموضوع هذا حتى يعني انا ما اتوقع، يعني حتى بالفن يتدخل هالموضوع. يعني مثلا هسه انا مثلا نفرض فرضيا فنان يحب السيد السيستاني، فنان يحب السيد مقتدى الصدر، نعم، او واحد توجهه يعني ما له علاقه، الفن ما له علاقه، هذا فن يجيب الابداع او مقدم يجيب شعلي حياته الشخصيه، لو هاي همتي لها تدخل بالموضوع؟ لا لها لها لها، لان انا احس هذول يحملون كتله من الغباء، يعني ما احتووا الوسط الفني. الوسط الفني مو بس الممثلين، لا، على صعيد الفن بكل تفاصيله، يعني من الادب، من الشعر، من القصه، من الموسيقى، التشكيلي، يعني خلف الله على الاستاذ قاسم سبتي حقيقه، صح صح، موقف الجمعيه على رجلها، صح صح.